هاي اوتش فين المدام؟ نايم. يخرب بيتك عملتي لي كوبايه شاي كامله والمدام نايمه. خلاص اشربها حضرتك واني ابقى اعمل لها كوبايه تانية هي لما تصحى. لا يا فلحه، انما المدام وهي صاحيه الكوبايه ده هي بنقسمها بنقشفرها بينها وبين بعض. تقشفروها؟ ايوه بنقشفروها، بنقشفروها يعني بنصصها بينها وبين بعض. طب ما تشربها حضرتك ولما هي تبقى تصحى ابقى اعمل لها كوبايه تانية. يا شيخه وانت خسرانه ايه؟ انت بتدفعي ايه؟ مش كده؟ نص الكوبايه دي هتخصم من مرتبك. كده يا متر؟ ايوه كده يا متر. يعني اني اجيب لك شغل وانت تجيب لي خصم؟ شغل؟ ايوه. شغل ايه؟ الست يسرية هانم اللي بتشتغل عندها امل بنت عمتي كانت عامله مشروع وسالوني عن محامي عشان يعني يمسك لهم النواحي القانونيه بتاعته. انت واقفه ليه بس؟ ما تقعدي. بتقعدي تقعدي. يا غالية يا بسمة، طبعا قلت لها مفيش غير المتر عامر. وهدي حضرتك رقم تليفونها وتحدد معاها ميعاد في اي وقت. حبيبتي الله يبارك لك، بجد انا يعني مبسوط منك قوي، شكلك هتعمري معايا. ربنا يخليك. تعيشي. بس استاذنك موضوع التليفون ده ممكن تخليها هي تتصل، لان انا مش عارف الرصيد العيال مش عارف، وكل ما جه شحن مش عارف ايه اللي بيحصل، تقريبا بيسرب رصيد ولا ايه مش عارف. حاضر. عارفه يا بسمه لو حصل نصيب في الشغلانه دي وجات لي هيبقى ليك الحلاوه. ايه هتديني نسبه من اتعابك؟ كقطع لسانك. نسبه من اتعاب ايه العشب ده؟ لا هشيل لك الخصم اللي انا لسه مديهولك من شويه. يلا انا كده قلبي الطيب ده مبهدلني. روحي انتي روحي. شكرا. لا العفو يا بنتي.